السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل الإخوة المتابعين الكرام أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم منصور بلوج مرة أخرى يحييكم في موضوع جديد وموضوع مهم للغاية. فكما شفتوا في المينياتور، كما شفتوا في العنوان، فهذا الموضوع ديال هذا الفيديو هذا اليوم بغيناكم تبارطاجيوه مع كل أصدقاء ديالكم ومع العائلة ديالكم. كما كنعرفوا كاملين الحالة الاقتصادية المزرية لدول العالم والانهيار الاقتصادي اللي كتعاني منه الدول الفقيرة، دول العالم الثالث كدول شمال إفريقيا ودول إفريقيا بصفة عامة وآسيا وكل الدول التي تعد من المرتبة الثالثة. إذن كما جينا نتكلموا كذلك على التعويم ديال الدرهم المغربي والعملات العربية والانهيار ديال المريب كما بغينا نقوله، وكذلك الفرض الوصايا ديال صندوق النقد الدولي على هذه الدول بتعويم العملة ديالها. فكما كتعرفوا الآن أصبحنا يعني في سنوات عجاف إلا بغينا نتكلموا يعني بصريح العبارة. فهنا غادي في هذا الفيديو هذا غنتكلموا على بزاف ديال الاشياء والامور اللي كتخلينا اننا نواجهوا الصعاب في هذه السنوات هذه القادمه، وخصنا اننا نغيروا استراتيجيه ديال الحياه ديالنا والتوجه ديال الحياه ديالنا بصفه عامه باش اننا نجتازوا هذه المراحل هذه بسلاسه ونخرجوا منتصرين في الاخر. For most of the world economy this is going to be a tough year, tougher than the year we leave behind. Why? Because the three big economies, US, EU, China, are all slowing down simultaneously. What is the advice we give to governments? Focus on your budgets. Make sure that you have sufficient revenues to collect and that you spend very wisely. One good news we have for 2023 is that towards the end of the year, we do expect inflation to trim down. So don't take actions that may be contrary to that trend. The economy does not look great right now. The probabilities say if we're not in a recession right now, we're likely to be in one very soon. You're thinking about buying a new, you know, large screen TV, maybe slow that down, keep that cash, see what happens. Same thing with a refrigerator or a new car or whatever. Just take some risk off the table. If you're a small business, maybe delay some capital purchases. Do you really need that new piece of equipment? Maybe it can wait a little bit. Have some cash on hand, just a little bit of risk reduction. فكما كنعرفوا الدرهم المغربي الان تم التعويم ديالو بشكل تدريجي امام الدولار. ما ارتفع الدولار في الخزينه ديال الدوله كلما الدرهم المغربي كيتعافى في السوق وكتطلع القيمه ديالو، كلما قص الدولار في الخزينه ديال الدوله كلما الدرهم المغربي كيطيح، يعني طيحات مريبه وخطيره. فكما كنعرفوا الغلاء ديال اسعار المول، فالعديد من المواد الغذائيه اللي يعني كنتناولوها دائما يعني بواحد الثمن اللي هو يعني في المتناول، والان اصبحت يعني الاسعار مشتعله وما كنعرفوش يعني ديك الماده ما كتزاد ما كتنقص، وفي نفس الوقت الثمن ديالها كيطلع. علاش؟ لان الدرهم كيطيح القيمه ديالو كطيح واسعار النفط كتطلع، فاذا به يعني كلشي كيشعل. فالمواطن باش انه يواكب هذه الاسعار هذه ويقوم بالاحتياطات ديالو اللازمه، خصو ما امكن انه في هذه الظرفيه هذه انت مثلا مخبع واحد القيمه لنفرض 10 المليون مبلوكيه عندك ما كتخدم بها، ما عامل بها حتى شي مشروع، فهذا ضرر بالنسبه لك بانه باش تخليها تبقى محطوطه. علاش؟ لان هذه القيمه ديال الدرهم كتطلع وكتهبط امام الدولار، فالقيمه ديال الدرهم ما عمرها غادي تساوى مع الدولار بصفه نهائيه، وهذا مستحيل، لان الدولار الامريكي كما كتعرفوا الولايات المتحده الامريكيه دوله يعني مصنعه ومصدره للنفط والعديد من المواد الالكترونيه والسيارات والسلاح. فالمغرب يعني مقابل الولايات المتحده الامريكيه الصادرات ديالو محدوده في الاسماك الصيد البحري وكذلك على مستوى الخضر والفواكه والفوسفات الى اخره. هذه المسائل هذه كلها يعني امام الدولار، باش الدرهم يعني يقفز ويتساوى مع الدولار تكون عندنا يعني واحد يعني منتوجات رخيصه في البلاد ونعيشوا برخاء، فهذا يعني من رابع المستحيلات الى جينا نتكلموا بصريح العباره. فنشوفوا غير تركيا، تركيا اللي كتعتبر رابع قوه عالميه وكتصنع الاسلحه والمواد الالكترونيه والعديد من يعني الصناعات يعني العملاقه والشركات العملاقه ديال الصناعه اللي كاينه في تركيا، ورغم ذلك الليره التركيه يعني تقريبا متساويه مع الدرهم المغربي، فناهيك يعني بالدرهم المغربي امام الدولار. فكان في حال اللي كتقول مثلا
انه واحد السمكه صغيره كتعوم في بحر عامر بسمك القرش ويعني الحيتان الاوركا كما نسميوها حرب عالميه ثالثه في المهد ديالها، نحن في البدايه ديالها كما هي بادئه في اوكرانيا بين حلفين اللي هو روسي وحلف غربي امريكي، طبيعه الحال الحلف الروسي الصيني وكوريا الشماليه، حرب اقتصاديه كذلك اللي نايضه بين الدول، فدول العالم الثالث كتعاني من يعني التبعات ديال هذه الحروب هذه وهذه المشاكل اللي كاينه حول العالم حاليا. فبعض الخبراء الامريكيين كيتكلموا على انه في سنه 2025 غالبا غادي تنوض حرب بين الولايات المتحده الامريكيه والصين، وتما غادي تنفجر الحرب العالميه الثالثه يعني بشكل كلي، بحيث ان الحلفاء ديال هاد الدول كذلك غادي نوضوا يساعدوا الصين، والحلفاء ديال امريكا غادي يساعدوا امريكا، وغادي يكون هناك التقاء بين جيوش دولتين. بزاف منكم الان غادي يتساءل وشنو هو المعمول. المعمول الاخوان هو انه النمط ديال العيش اللي كاين حاليا، نحن متجهون يعني في واحد ماشي في واحد البوصله، واحد الاتجاه خاطئ هو الاشكال والنقطه المهمه اللي خصنا نتكلموا عليها في هذا الفيديو هذا. اذا بزاف ديال الناس عندهم يعني خلوا التركه ديالهم في البوادي وجاو للمدن باش انهم يواكبوا العصرنه والحياه العصريه الى اخره، فالراسماليه المتوحشه وهمت الشعوب ديالها بانه كاين واحد الحياه واحد الرفاهيه رائعه داخل المدن، الا ان هذه الحياه هذه يعني للاسف الشديد ما عندهاش واحد الافق واحد يعني مستقبل واعد، الا انه الا مشيتي حتى دخلتي في وسط هذه الدوامه هذه فغادي تعيش بحال واحد الروبو اللي كيأدي واحد الوظيفه. اذا هنا انت كترجع بحال واحد الاله يعني كتخدم باش انها تعطي الانتاج، وفي نفس الوقت انت كيرجع عليك كل شيء ذلك بشكل سلبي. وهما التجؤوا وشبروا كل مواقع يعني اللي كتعطيك انت باش تستفد في هذه الحياه هذه، كالمجال الفلاحي والمجال البحري ويعني العديد من الاشياء استولوا عليها ولو متحكمين في يعني في الاقتصاد والطبقه الفقيره والمتوسطه كما كنسميو الان، بينها وبين الطبقه الغنيه واحد الفارق كبير، واحد الهوة كبيره. اذا هنا المواطن اشنو خصو يعمل باش انه يواكب ويحاول انه ينمي القدرات ديالو في هذه الظرفيه هذه. كاين هناك العديد من الاشياء اللي خصو الانسان يلتجا لها وهي الفلاحه. الا عندك اراضي مثلا في الباديه ممكن انك تستغلها في المجال الفلاحي، ممكن انك تبدا من دابا عام وغادي تبدا النتائج ترجع عليك، يعني الاستثمار في المجال الفلاحي وفي المجال التربيه الحيوانات تربيه الدواجن العديد من الاشياء كل واحد في هضم انك نتكلموا على الناس اللي مازال عندهم واحد المبلغ من المالي واحد القدر ديال الثروه ممكن انهم يستثمروها باش ما تبقاش محطوطه عندهم في الابناك الى اخره، ويجي واحد النهار الدرهم المغربي يطيح لادنى مستوى وديك الفلوس ما تبقاش يساويه لك كما هي الان. اللهم اذا جيتي الان في هذه اللحظه هذه استثمرتيها في هذه المجالات هادو، من هنا سنه غادي يكون ديك الاموال رجعت عليك بفائده. فإلا بقيتي داخل المدن خدام في شركه يعني كتنوض في الصباح تمشي كتجي في العشيه في واحد الساعه بواحد النمط، فانت مجرد روبو عند هؤلاء. باش تغلبوا على هذه المرحله هذه هذا هو اهم واسلك يعني طريق باش انه التجؤوا لهذه القضيه هذه، والناس اللي ما عندهاش هذه الاراضي متوفره وكذا الى اخره هذه الامكانيات هذه اللي تكلمنا عليها ممكن انهم يشريوا الذهب، لان في هذه المرحله هذه اللي كتكون الازمه الذهب كيكون رخيص، كل شيء الناس اللي محتاجه في الفلوس كتعرض الذهب ديالها للبيع من اجل باش تعوض المصاريف ديالها، الا انه الذهب الان الثمن ديالو كيكون طايح، ممكن انك تشري واحد النسبه مهمه من الذهب وتخزنها الى انه واحد النهار غادي تنوض الحركه او تنوض من جديد، غادي يكون الطلب تكون هناك افراح ومناسبات وترجع الحياه الطبيعيه كما كانت، ويكون هناك طلب على الذهب، غادي يكون ديك الفلوس اللي دخلت اللي شريتي بها الذهب مازال عندها قيمه وربما تعطيك اضافه اكثر. ولهذا الاخوان كنتمنى انكم تدعموا هذا المقطع هذا بلايك، وما تبخلوش علينا بالاشتراك اللي مازال مشترك معنا باش يوصلكم فيديو ديالنا، وفعلوا زر الجرس يوصلكم الاشعار اثناء يعني باش ملي كنحطوا هذا الفيديو كيوصلكم الاشعار. بزاف ديال الاخوان كيتواصلوا معايا بانهم مشتركين في القناه وما كيوصلهمش الاشعار، فعلوا زر الجرس الاخوان باش كيوصلك الاشعار على شكل نوتيفيكاسيون في الهاتف ديالك.
إذن تحياتي لكم، كان معكم أخوكم منصور فلوق، نتلقوا فيديو جديد، السلام عليكم.